عندنا اسبوعين مضربين وبدنا حقنا نحذف المادي زي ما حكى وزير التربيه فيش حذف وبده تمدد الفصل مش عارف ايش. احنا مستقبلنا برضه جايين طالب حقنا عن التربيه. بيان مهم طالع من كل طالب توجيهي بده الحذف وبده حقه. احنا طلب التوجيه 2023 مواليد 2005 الذين دفعنا ثمن اضراب المعلمين عام 2022 وعام 2023. احنا يعني تاخرنا بكل شيء، كل المواد ما اخذنا منهن شيء، والكورونا قبل ذلك نطالب وزاره التربيه بانصافنا. اسوء طلبات الصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن طلب التوجيه 2023 2005 الذين دفعنا ثمن اضراب المعلمين عام 2022 وعام 2023 ولكورونا قبل ذلك نطالب وزاره التربيه بانصافنا. اسوء طلباتنا السابقه من خلال حذف جزء من الماده يتناسب مع ما فقدناه خلال هذا العام والاعوام السابقه. 2 سوف نتخذ القرار خلال هذا الاسبوع حتى نتمكن من البدء بالدراسه للامتحانات. ملاحظه، نرفض رفضا قطعيا العوده الى مقاعد الدراسه بعد تاريخ 13/3/2023.